الاقتصاد الدولي. طبعا الشيء الجميل جدا هو مشاركة العنصر الشبابي بقوة. هذا اليوم حقيقة شيء نفتخر به، وانه عجلة الثقافة مستمرة. طبعا نلتقي يا شبابنا، شلون بخير؟ استاذ يا اهلا وسهلا يا مرحبا. نتعرف باساميكم واحد واحد. صفاء طه طالب كلية الاعلام من جامعة بغداد. ابراهيم فالح طالب فنون موسيقية. خالق اسعد. علي عبد الله شاكر طالب قانون جامعة البيضاء. طبعا نتشرف بكم شباب. بالبداية طبعا مثل ما تعرفون اكو نظرة صايرة اليوم خاصة على الجيل الشبابي، جيل التسعينات والبينات، بعيدين عن الثقافة، بعيدين عن موضوع الكتب، بس ما شاء الله اليوم شاهدنا اغلبية اللي موجودين شباب. اليوم شنو هدفكم من المشاركة او الحضور في معرض الكتاب؟ شوف اليوم اي شخص مثلا على سبيل معرض الكتاب، مثلا اليوم انت من تجي عندك عناوين معينة في بالك، مثلا انا بالنسبة لي كاختصاص اعلام دور على الكتب الاعلامية، رفعنا المدرسة اللبنانية والمدرسة المصرية اشهر مدرستين بالاعلام. صحيح. مثلا انت اليوم تجي تدور كتب في مختلف الامور، مثلا الاخلاقيات الاعلام، تقدي شنو الامور اللي انت قريب منك، الامور الاذاعية مثلا، تقديم اخراج غيره، فتلقى هاي الكتب. ما بالنسبة للقضية اللي طرقت لها مال الشباب انه ما يقرون هاي، فبالفترة الحالية فهم اكثر القراء شباب، لكن انت لازم تختار الكتب اللي تقراها بعناية، هاي تكون عندك الفكر، راح يشكل لك في قالب معين. انت تدري كثير من الكتب تدعي الى امور اخرى احنا ما نريد نتطرق لها، فمن الممكن انه تسمم افكارك. لازم تختار بعنايه الكتب اللي انت تريد تقراها حتى ما تعرفك او تؤدي بك الى توجهات وامور ممكن تسبب لك مشاكل على صحيح. لقيت الكتب اليوم اللي تخدم او تقدر تستفاد وتستثمر منها خلال مجال عملك؟ حاليا جاي ادور، بعدنا انا هسه جاي افطر، تعرف الجو حار ما تقدر تجي على وقت، واحنا ما شاء الله الشمس مالتنا واقعه بالقاع مثل ابوها وحر الف رحمه على الوالد. فمن تجي يعني نجي وجينا وقت هسه بهذا الوقت، وتدري هسه جاي اشوف التوافد هيك ساعه جاي وراح يعني يظل لليل، فبعدنا جاي ندور ونشوف شنو الكتب اللي موجوده، تدري تتصفح شويه. يلا تعال. شلونك؟ ان شاء الله. اسمك؟ ابراهيم فالح. إبراهيم فالح؟ نعم. قاعد تدرس؟ طالب فنون جميلة قسم الموسيقى مرحلة ثالثة. شنو أيضا نفس السؤال أيضا، أنه الإعلام يجي أنه ممكن طالب الإعلام يجي يدور على اختصاصه، مثلا طالب الفنون الجميلة أيضا يجي يدور على اختصاصه، أكو ناس لا جايين لشيء عام، يعني ممكن أنت أيضا جيت لشيء عام لو أيضا ضمن اختصاصك حبيت تلقى؟ أنا جيت للمعرض حتى أستفاد من الكتب الموسيقية، بغض النظر عن وجود السوشيال ميديا وطريقة توصيلها للأفكار الغربية أو الثقافات المجتمعية الأخرى، لكن الكتاب له أهمية كبيرة جدا بتوضيح الكاتب أو عمل الموسيقي المؤلف، فمنتج الكتاب أحسن من نظري، يعني أحسن مما تشوفه بالسوشيال ميديا وشارك. رأيك بالواقع الموسيقي العراق الحالي، أكون حدار كبير صراحة؟ والله حاليا دعم ما اقول الموسيقى العراقية، دعم فقط. دعم مادي او معنوي؟ دعم مادي ومعنوي فقط بس. اما تحتاجون هذا الشيء؟ نحتاج هذا الشيء، اما موجودين يعني عازفين كبار من مش لقيت كتب يعني انه جلبت انتباهك وجذبتك الى ابعد الحدود بمجال تخصص؟ والله حاليا انا افتريت بالمعرض، لقيت كتب تخص الفارسيين، الروحية الفارسية والروحية الغربية والمصرية كذلك، يعني كل هذا لازم كل عازف يتطرق ويعرف كل الروحيات والطرق في العزف. تجي بس هاليوم ولا راح تجي بالأيام الجاية؟ أجي بالأيام الجاية. شكرا جزيلا. أهلا أستاذ، أهلا وسهلا. شلونك؟ صحرف نسيت اسمك، أنا أربعة أنت شحفظ. أنا طالب قانون مرحلة رابعة في جامعة البيان. ممتاز، هي قريبة علينا احنا البيان. إي. أنت مشارك؟ أنا متطوع هنا، تابع على فريق الميديا، عندي موهبة بالتصوير، وبنفس الوقت يعني مشاركة هنا بمعرض بغداد، إنه تطلع على هواي كتب، بالضبط أنا كاختصاص قانون، شفت كذا مكتبة، يعني مثلاً قبل شوية رحت على لاين اللبناني، شغلات معينة بالقانون، وطلع قبل شوية لفت انتباهي، لفت
رحت المكتبة بها كتب الطائفة المسيحية. يعني هاي الطائفة المسيحية من خلال يعني تواصلوا ويا الشخص الموجود بها. طبعاً كتيبات اثنين هدية من هاي لبنانيين؟ لا عراقية. بس المنشورات صراحة ما أعرف لأي دولة. فالطائفة المسيحية ظلت تشرح لنا عن الطائفة المسيحية باعتبار إنه أنا شخص مسلم. حبيت انه اعرف شنو الطائفه المسيحيه عن شو تتكلم وكان اسلوبهم كلش حلو صح. يعني بين قوسين انه اليوم معرض الكتاب خلفيات وثائق يعني دينيه قانونيه هواي امور يعني تجمع كلش حلو يعني مختلف الافكار راح تلقاها هناك راح نتواجد اكيد بالعشر ايام الجايه ونلتقي بيك بعد اشوفك الله يخليك طبعا. والان لقانا مع الشخصيه المحبوبه المعروفة جماهيريا رياضيا حتى شعبيا كنكن. شلونك كنكن؟ الحمد لله. شلونك اخبارك؟ الحمد لله. نقول اهلا وسهلا بكم اليوم بافتتاح معرض الكتاب الدولي قناة الايام. الايام طبعا دائما هي حلوة شلون نقول مثل ما تمشي الايام تمشي الايام دائما هي بالمناسبات والمهرجانات السياسية والعلمية والثقافية والرياضية. شكرا لكم جهودكم دائما انتم حاضرين. اليوم معرض الكتاب بدت الإقبال العالم على الكتاب بعد مثل ما نقول ما جزعت من الصفحات الفيسبوك والسوشال ميديا مثل ما يقولون يعني بدت الناس الأخبار مو كل الأخبار صحيحة بدأت صفحات بدأت ناس بدأت ناس أو فنان أو فنانات بعيدة عن شيء فجزعت الكتاب هو الأساس. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وربك الأكرم أقرأ وربك الأكرم أقرأ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الكتاب حكي لك صراحة مو تزعل من عندي لا. لسه المشاهد يقول كان انت برابطة مشجعين المنتخب الوطني جابك على معرض الكتاب. الكتاب هذا العراق الكتاب احنا شلون انا استدا احكي لك شلون دا اقرا من خلال الكتاب. الكتاب هو الاحرف من تعلمنا من الكتاب الاحرف وبدينا شلون نتكلم وشلون نحكي وشلون لو ما وصلنا لهالمكان لو ما الكتاب. الكتاب انا اقول لك الاساس ويبقى الاساس وقبال جماهير شبه العالم. واني اقولهم من خلال قناة الايام تعالوا حضروا الى معرض بغداد للكتاب الدولي تعالوا تمتعوا تعالوا تسوقوا هذا الكتاب انواع الكتاب ودول عديدة من العالم وصحف عراقية وكتب عراقية معروضة تعالوا شوفوا كل ما هو جديد. بالاخير انت رئيس لو نائب رئيس الرابطة؟ لا نائب انا ابو علي مهدي والرئيس طبعا هو الاساس. شكرا حبيبي أحبتي المشاهدين من مختلف اليوم الثقافات والخلفيات وحتى مختلف الدول حقيقة مشاركة جميلة جدا ورائعة وفود يعني اليوم توافد المواطنين أيضا كثر بهذه الساعات. نتعرف باسمك. مرحبا. الله يخليك. أنا اسمي عقيل. نعم من وين؟ بغداد. مشارك لو جاي بس شو مشارك أكتشف مشارك بالاكتشاف يعني مو بالمساهمة يعني كزار عادي. نعم نعم نعم. من أي منطقة جيت؟ من الغزالية. من الغزالية ممتاز. يعني أنت مشارك جاي بغير معارض كتب يعني اللي صارت في السنوات السابقة؟ أي عندي أكثر من مرة إنه أنا قادم أو جاي لي معارض الكتب. نعم. طبيعة الحال إنه هو مناخ لاستقطاب كل المثقفين كل القراء وبالتالي إنه هو أعتقد بغض النظر عن انه هو في كتب وفيه مثلا مواد قد يبحث عنها القارئ هو مكان لمناخ حقيقي انه ممكن تتبادل اطراف الحديث مع ناس في اقتران بينك وبينهم من حيث الفكر من حيث المعرفه يعني هذا التواصل مو فقط انه هو موضوع تجاري وانما يخلق اواصر اجتماعيه ممكن تكون وطيده وايضا يوسع افاقك مع الاخرين يفتح لك افاق اخرى مع دول العالم على اعتبار انه في دور كتب عفوا في دور نشر بلدان عربيه وحتى غير العربيه وهكذا. جاي على نوعيه كتب محدده على فد اتجاه محدد لو جاي خط يعني انه اي كتاب يعجبك تاخذه؟ يعني انا بطبيعه قراءاتي او حبي للقراءه اقرب بجانب الادب ايضا الاجتماع هذه الافاق الاثنين او هذه المجالات الاثنين احسها ممكن تحاكي ذاتي.
على اعتبار انه احنا خصوصا الكتب الاجتماعيه او المواد الاجتماعيه اللي تقدم اليوم بحاجه الى انه نحاكي الانسان بالشكل المطلوب، بحاجه الى انه نشخص الارهاصات او المشاكل المجتمعيه. والعراق حقيقه لا يخلو من الاسماء الجيده والمهمه، من الدكتور عبد الوردي وصولا لليوم الكثير من الكتاب يكتبون ويشخصون المشاكل الاجتماعيه، وايضا تكون هذه التشخيصات هي مرفقه بالمعالجات الانسانيه وايضا الاجتماعيه، هي كلها بالمحصله النهائيه تدعو الى مجتمع جيد، مجتمع ذو سلوك حضاري ممكن يوافق او ممكن يتناغم مع المجتمعات الاخرى اللي احنا نصنفها المجتمعات المتقدمه. تشرفنا باللقاء مع حضرتك وشكرا لك واستمتع بوقتك. شكرا. الله يخليك، الله يحفظك. طبعا احبتي المشاهدين، جولتنا مستمره وساعتنا مستمره، اليوم حقيقه ايضا ندخل الجو نشاهد اللاينات اللي موجوده والمشاركه حتى الدوليه. طبعا خلي استثمر وقت الفاصل لان اصدقائي خلف الكاميرات، فنروح الفاصل وجايين. والاجواء برا حار، وايضا حراره الاجواء الشعبيه بالقاعات ايضا جميله جدا. دخلنا الى القاعه رقم 2، ايضا بيها مشاركات مو فقط عراقيه مثل ما ذكرت بالجزء الاول من ساعتنا التلفزيونيه. طبعا الان نلتقي مع احد الشباب الجايين او اللي ساكنين محافظه ديالى، محافظه الخير والزراعه. رجعت على برنامج ارض السواد، شلونك؟ اهلا وسهلا. الله اخبارك؟ الحمد لله، نشكر رب العالمين. الله يبارك فيك بخير. اتعرف باسمك. انا سيف الاسلام من محافظه ديالى. انت سيف الاسلام العراقي مو الليبي. ان شاء الله. شلونك؟ ان شاء الله بخير. والله ان شاء الله بخير وصحه وعافيه، نشكر رب العالمين. الله يبارك. رب يحفظك. الله يسلمك يا حلو. طبعا بالبدايه اريد اعرف مجال دراستك او مجالك العلمي. شوف صراحه انا ادرس في الهندسه المعماريه في جامعه بغداد، كليه الهندسه قسم العماره، لكن هذا ما يمنع انه تكون عندي مجالات ثانيه انا هاويها مثل قراءه الكتب في مجالات اخرى خارج عن الاختصاص. مثلا اريد اسالك سؤال، اليوم انت طالب هندسه، شنو المجالات اللي تهويك غير الهندسه؟ أنا صراحة أحب قراءة الكتب التنمية البشرية أو الروايات، أفضل أيضا في خضم العلوم السياسية أدرس في القليل من هذا المجال. يعني استهوتني كثير من دور النشر خارج العراق، فمعرض بغداد الدولي وفر لي أنه تكون دور النشر متوفرة داخل أرض المعرض، فهذا سهل علي الكثير من الأمور مثل الطلب عبر مواقع الإنترنت، قلل علي تبعات التنقل من بين دار إلى دار أخرى، فهاي كلها فضائل تدرج في هذا المجال. شنو اللي عجبك وجذبك بالمعرض؟ صراحة أكو نقطة مهمة جدا عجبتني، أنه الفئة العمرية الخاصة بالشباب في زيادة وفي نسبة تعلو كل سنة عن الأخرى، فهذا شيء جميل جدا إيجابي تجاه العراق، وهذا إن أراد أن يرسل رسالة أو يدل فهو يدل على أن العراق هو بلد ثقافة وبلد علم ومعرفة، والعراق هو بناء في تلك الأمور من المدرسة المستنصرية وإلى آخره من العد. صراحة الشباب اليوم إذا أراد أن يفكر فأراد أن يعني يفكر في هذا المجال، مجال قراءة الكتب، فأنصح الشباب بعد خروجنا من مرحلة عصيبة على العراق صحيح أن يبدأوا بالقراءة في مجال التنمية، وكل حسب هواه، لكن مجال التنمية اليوم أعتقد بعض العراقيين يحتاجون مجال التنمية البشرية، كون النفوس اللي دخلت أو العراق دخل في حروب، لذلك هذا أثر على نفوس الأناس. أنا يعني إنسان كوني طالب هندسة معمارية، نعم، فالمقولة في العمارة تقول أن لا بيتا قويا قويما يقوم على أساس ضعيف، واليوم أساس مجتمعنا كالعراقيين الشباب، فإن لم تمتلك شبابا عالما فاهما مثقف لن ترتقي بوطنك، فهاي رسالة كلش حلوة. اليوم بدنا نشوف الشباب في كثير من أرجاء المعرض دا ينتقون انتقاء جيد جدا بالكتب، دا يعرفون شنو اللي دا يختاروا. فهاي يعني كم كتاب صدت اليوم؟ اليوم تقريبا يعني 4 كتب استهوتني. أنا أحب الرسائل المبطنة صراحة، أنا أحب الرسائل العميقة أكثر من المحتوى السطحي، هذا الشيء يمثلني أنه أنا يعني ما أحب مجال الروايات، أحب مجال العلوم السياسية والتحليل. 4 كتب دور نشر عراقية أو عربية؟ صراحة يعني كانت أكثريتها دور نشر عربية، كون أنا مطلع على المحتوى العراقي، لكن ليس بخسا بحق العراق، لكن المحتوى العربي دائما اقول لك الكتاب نفس العنوان له اكثر من كاتب، فشنو اللي خلاني اروح لدور نشر عربيه على مود اعرف ثقافه الكاتب العربي كيف تكون ثقافه الكاتب العراقي، لان البيئه تحكم.
فكل كاتب له في بيئة في بلده تحكمه في الكتابة، أو تأثيرات إعلامية وسياسية. يعني صراحة وجدت اختلافات على نفس الموضوع، اختلافات في الكتابة، هاي الاختلافات تحكمها البيئة اللي نشأ فيها الكاتب. لذلك أني يعني نصيحة من عندي ولهم أكبر مني سنا وأكثر علما، أنه الكاتب يبني على دراسات وتخطيط وتحليل للأرض. صراحة كنت أود أن أجد كتب معاصرة للواقع، يعني لأن الكتب اللي تمتلكها خصوصا في العراق بدت يعني بدأ الزمن يأكلها، ما أكو كتب جديدة معاصرة تعايش الزمن والتطور والثقافة الجديدة. كل الشكر لك، الله يبارك. الله يحفظك، الله يخليك. شيء جميل جدا لما نلقى نموذج، أخذ راحتك إذا تحب، يعني شيء جميل جدا لما نلقى اليوم شاب عراقي بهذه اليوم الفصاحة، يعني هندسة ولكن يتكلم بمجالات أخرى، عباك متخصص بالفلسفة، متخصص بعلم السياسة. نرحب ما شاء الله اليوم على حلقتي كلها شباب ما عدا كنكن. طبعا نرحب بالشاب أخونا، شلونك؟ سلام. نتعرف باسمك. محمد. محمد من وين؟ من بغداد. من بغداد. من بغداد قد المحل الزقار. طبعا احنا نفتخر لما نشوف شباب مثلكم اليوم يحضرون بهذا المعرض المهم. محمد متخصص بموضوع معين لو جاي زاير؟ يعني بداية لي الشرف انه في دورتين لمعرض العراق الدولي شاركت باللجنة المنظمة، وسعداء جدا لانطلاق هذا المعرض، معرض بغداد او معرض البصرة او معرض النجف. قدر هذه الأرض أن يكون شبابها وناسهم قراء وكتاب، من هنا بدأت الكتابة ومن هنا بدأ الحرف الأول وهنا سينتهي إن انتهى هالحرف. فسعداء بكمية دور المشاركة، الدور العربية، الدور الأجنبية، كمية الدور العراقية اللي جاي تستاد سنة عن سنة، جاي نشوف إن الدور أكثر، إنه أكو ناس جاي تشجع إنه تفتح دور. ممكن زيادة دور النشر تقلل الجودة والرصانة؟ يعني في بعض الأحيان أكو دور أصبحت للأسف يعني أنه هاي الدور تجارية، لكن تبقى الدور الرصينة كدار الرافدين، كدار المدى، كالكتب العلمية، مؤسسة إنكي وغيرها من الدور، محافظة على جودتها، على رصانتها، على نوعية الكتب. رأيك بالمشاركة الخارجية؟ ما شاء الله، يعني حتى أعطي معلومات للمشاهد، يعني مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، تونس، جزائر، تركيا، روسيا، دول عديدة، دول خليجية أيضا، إيران، دول يعني تقريبا بال 23 دولة أو أكثر، ما عندي المعلومة المضبوطة، بس هاي ذكرتكم إياها 100% مشاركة. رأيك بالمشاركة الخارجية، هل نقدر نستفاد منها؟ كهي كمشاركة دولية أكيد اليوم عندنا دور للأسف يعني ما عندهم ممثلين في داخل العراق، وللأسف جاي نشاهد انه اكو مطبوعات جاي تستنسخ مو اصلية وجاي تباع بسبب هالمشكلة. بالعكس نرحب بيهم، وهم جايين لثقتهم بالقارئ العراقي، ويدرون انه هذا المجتمع يقرأ، ويعني الكتب يعني معارض الكتب بالعراق الاكثر رواجا من اي دولة، يعني الدول اللي بيها معارض كتب يعني أنا مطلع وشايف، يعني مو مثل بالعراق، العراق أكو إقبال على القراءة يعني إيجابية. أول يوم تشوف شيء جميل لو تحس أكو يعني العدد مو مثل البال يعني صراحة. هو أكيد أول يوم يعني بعد في طور التنظيم أو بعض النقوصات اللي موجودة، أول يوم يتخلل افتتاح المعرض ممكن يتأخر، الافتتاح، الإعلان، الناس تدري اليوم الإعلان هو يكون عن طريق القراء، يعني أنا اليوم جيت زرت المعرض راح أروح للبيت أقدم أصدقائي كذا راح أقول لهم إنه المعرض بغداد الدولي للكتاب مفتوح، هم على هذا الأساس راح يجون، يعني ما نقدر نقول إنهم مهتمين بالدرجة الأولى. ربي يحفظك واستمتع بوقتك. طبعا أحبة المشاهدين أجواء جميلة جدا، ما شاء الله مشاركات يعني رجال دين، رياضيين، مهندسين، يعني من مختلف اليوم خلفيات وثقافات المجتمع العراقي. تعال من وراء الكواليس ويقول لي اريد لقاء. اريد لقاء. شلونك؟ السلام عليكم. بس سؤال، انت بكل معرض حاضر؟ ايش عندك كل معرض حاضر؟ اذا كان معرض زراعي تحضر،
معرض صناعي تحضر، معرض كتب تحضر، ايش عجب لي؟ انا من انا صغير بمعرض بغداد دولي. ساكن هنا؟ ساكن انا هنا بسويف. عجب عندك علاقة قوية بمعرض بغداد. انا اشتغل بيه. اشتغل بيه، يعني انت موظف لو انت تشتغل بيه حر. اشتغل هنا. اشتغل هنا. انا ابيع شاي. ربي يحفظك ويرزقك. والله ناشد المواطنين اللي يجون يزورون معرض بغداد دولي. ناشد شو تريد منه؟ يعني استقبال معارض الكتاب. العالم تجي تشتري كتب. شاي. الكتاب، الكتاب هو أهم. تريدهم يشترون كتب لو يشترون شاي الصدق. والله اللي جيت يا. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يحفظك إن شاء الله. شلونك؟ الله يحفظك. صحة. الله يخليك. الله. طبعا تعرف باسمك. أنا جمال. من وين جمال؟ أنا من بغداد الدورة. الدورة. تحياتنا لك ولأهلنا في منطقة الدورة. اليوم شلون شفت اليوم الأول من معرض الكتاب؟ والله اليوم يعني قباي كلش هواي العالم يعني مقبل على معرض بغداد، ويعني معرض كلش حلو. هساني هذا ثالث خلينا نقول جملون أنا دخلت به، يعني كلش حلو ما شاء الله. يعني بي يعني عندك العراق، عندك مصر، عندك سوريا، عندك لبنان، هاي معارض ماتهم اللي فاتحينها. يعني شفت التسوريا وهذه الامور؟ شفت وحكيت وياهم، حكيت ويا مصريين، حكيت ويا سوريين. اي والله. جيت على نوعيه كتب محدده؟ والله انا اخذت هسه ثلاث كتب، وعندي بعد كتابين اريد اخذهم. اخذت؟ اخذت هذا الكتاب. خلنا هم نطلع اليوم المشاهدين حتى يشوفون. عادي عادي، ابيض واسود. ابيض واسود. ثنائيه الحياه الواعيه. باحث عليها بالجوجل والحمد لله لقيته هنا موجود. هذا فلسفة، هذا يعني يحكي لك عن الحياة، يحكي لك عن الحياة المظلمة، يحكي لك عن يعني أمور الحياة احنا اللي دا نعيشها. استمتع بوقتك وشكرا لك على هذا الدقائق. حياك الله، مع السلامة. طبعا أحبة المشاهدين أيضا كل التحية أكيد للأخوة اللي مشاركين اليوم، مختلف اليوم دول مختلف اليوم دور النشر. حقيقة الشيء الإيجابي والجميل هو التنظيم، يعني اللي يصير التنظيم كلش حلو. وحقيقة تحية أيضا للشرطة المجتمعية المتواجدة 24 يعني خلال ساعات عمل المعرض. طبعا خلينا ندخل بهذا اللاين، اسمه دار قنديل. دار قنديل تابع إلى العراق، عبالي إنه عبالي غير دار. خلنا السلام عليكم، شلونكم أخوتنا؟ طبعا نتعرف فيكم، انت اليوم زائر جاي؟ لا. اها ممتاز. طبعا يعني ايضا يعني هذا الدار ايضا مهم جدا بنوعيه الكتب اللي موجوده، يعني كتب سياسيه، كتب فلسفيه، كتب تاريخيه، تحكي على امور كثيره. يعني حتى اكو بعض الكتب ممكن نقدر نقول عليها مثيره للجدل. اشكال مثلا يعني هذا الكتاب يخص كل الباحثين خاصه بالامور الدينيه وموضوع تقارب الاديان. مثل ما نعرف عندنا منظمات كبيرة لموضوع تقارب الأديان، إشكالية الدين والهوية، بحث في المسكوت عنه. خلي أيضا نسلم طبعا على أحد المواطنات المشاركات اليوم في المعرض. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا، يا هلا بيك. الله يسلمك. خلي حتى ماما تطلع شوية يصير اتجاه. نتعرف باسمك. وفاء أم أحمد. من وين؟ من بغداد. من وين؟ من بغداد. شارع فلسطين. حياتنا اكيد لكل اهلنا بالرصاف وشارع فلسطين. شلون شاهدت اليوم الاول من معرض الكتاب؟ اقبال عليه هوايه، ومعرض حلو، والجهال اخذوا قصص واستفادوا من عنده، وقصصهم حلوه والمعرض كلش حلو. اكثر شيء رحت اليوم على الاقسام اللي تخص الاطفال. أنا كلها لا مو بس. مين اشتريت ومن المال؟ من يمكن جناح المصري اخذنا من عنده، الجناح المصري انداري على الكامل. الجناح المصري اخذنا من عنده، بس هو الكتب شيء بصوره عامه كلش حلو. يعني المعرض كلش ناجح، يا ريت لو الناس كلها تجي تاخذ من عنده كتب. يا الله. ان شاء الله. القصص حلوه؟ اي. شو اخذت؟ قصص شنو؟ قصص شنو؟ سبونج بوب وهاي الامور؟ نعم. انت يا كرتون تحب؟ يا كرتون تحب؟ توم وجيري؟ اي. ممتاز. طبعا تحياتنا، شكرا لك ام احمد، ربي يحفظك. طبعا تحياتنا لكل المواطنين ايضا، يعني مو فقط اليوم على فئات عمريه محدده، لا حتى الاطفال لهم جزء كبير من معرض الكتاب. حقيقه شيء حلو اليوم ايضا، اليوم للطفوله. طبعا احبت المشاهدين مكملين جولتنا وتغطيتنا، ولكن بعد هذا الفاصل.
كانوا من جمهورية مصر العربية، من لبنان، من سوريا، حتى من الأردن. الآن وصلنا إلى الحقيقة جمهورية إيران الإسلامية. بيكو أهلا وسهلا بيك. أهلا ومرحبا، حياك الله. طبعا نحن نتشرف بحضورنا بهذا المكان الجميل جدا اللي يحكي عن حقيقة تاريخ كبير وتاريخ مهم اليوم في المنطقة. بالبداية نريد نعرف عن عمل المستشارية الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض بغداد الدولي في الدورة 23 والذي يبدأ من تاريخ 19 أيار ولغاية 28 هذا الشهر. مشاركتنا طبعا لم تكن المشاركة الأولى في معارض الكتاب في بغداد، لدينا مشاركات سابقة. لدينا في معرض الكتاب في هذا الجناح مجموعة من الأصدارات، قرابة 600 عنوان في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والإسلامية، مجموعة من الأصدارات خاصة بالمستشارية الثقافية حصراً، 120 عنوان تتضمن دليل سياحي إلى محافظات الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى مجموعة من الكراسات خاصة بأفكار الإمامين الإمام الخميني والإمام الخامنئي. طبعاً في جناح المعرض الكتاب وجناح المستشارية كتب كثيرة تتناول أفكار العلماء بشكل عام، وكتب تتعلق بثقافة أهل البيت عليهم السلام. أريد أعرف اليوم تعرف الحدث الأهم اللي صار بالمنطقة بآخر ممكن 3 سنوات أو سنتين، هو استشهاد قادة النصر. هذا اليوم الأليم اللي لكل الشعوب المقاومة الإسلامية يعني وصلت، يعني يوم أليم ما نريد نذكر اليوم مشاهد بهذا الحزن. هل لديكم إصدارات تخص هذه الحادثة أو حياة الشهيدين؟ نعم، لدينا إصدار اسمه ضيف العراق بأقلام عراقية، وهو يتكون من جزئين. في هذا الكتاب مجموعة من الكتاب العراقيين شخصيات وعلماء يتناولون ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني بأقلامهم، يعني ويتحدثون عن أفكاره وعن مشاركته الميدانية في المعارك التحرير التي حدثت في العراق. ففي مجموعة من الكلمات الرائعة في هذا الكتاب، وأنا أنصح القارئ الكريم أن يقتني هذا الكتاب، والذي أغلب نسخه وزعت مجانا إلى القراء. نعم، أنا قبل عدة أشهر اشتريت أيضا من هذا المكان كتاب عن حياة الحاج قاسم سليماني. هل أصدرت كتب أخرى أيضا تتكلم عن حياة الشهيد مثل حتى أبو مهدي المهندس؟ بل بالتأكيد هناك مجموعة من الإصدارات طبعا، لكن أحيانا يعني تعرف أنت في مشاركتنا بالمعارض مثلا معرض كربلاء الدولي، أيضا كان قبل فترة معارض أخرى في بابل اشتركنا بجناح المستشارية، فبعض الإصدارات نفدت من الجناح، لكن الحمد لله إن شاء الله في المعارض اللاحقة أيضا ستكون هناك إصدارات جديدة بالطبع. رأيك بمعرض الكتاب عموما وخاصة باليوم الأول؟ أكيد طبعا، هو اليوم الأول يمثل فد قراءة بسيطة لرواد المعرض. أنا أعتقد أنه بغداد هي حاضنة للمثقفين، ونسبة القراء أكيد يعني هتكون جدا قوية، وإن شاء الله نأمل أنه الكتاب فعلا يكون خير جليس للإنسان. أريد أسوي مقارنة بسيطة ولو أخذت من وقتك أعتذر جدا. هل اليوم في مثلا في طهران في المدن الإيرانية توجد معارض دولية للكتاب، وشنو فرقها عن بغداد؟ طبعا في نفس هذه الفترة معرض طهران الدولي للكتاب بقاله تقريبا 3 أيام وينتهي تزامن مع هذه الأيام طبعا، فبالتأكيد وجود المعارض في المنطقة يمثل دليل ثقافة الشعوب، لأن تعرف الكتاب هو المعيار الأول لثقافة الفرد والمجتمع، فهذه نعمة إلهية كبيرة أنه تتواجد في نفس المنطقة أو الدول المتجاورة مجموعة من المعارض. طبعا الفارق يعني ما يسمى فارق بين المعارض، وإنما هو اختلاف بالقراءات. أكيد في معرض طهران أيضا موجودة دور نشر عربية وكتب إسلامية كثيرة، كتب بالتأكيد من دور نشر عراقية، لكن إحنا بالنسبة لنا يعني شاركنا في معرض بغداد الدولي باعتبار نمثل الإصدارات اللي خاصة بالجمهورية الإسلامية. كل شكر لك وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، ممنون منك، الله يحفظك، الله يخليك. هذا مباشر. نعم مباشرة، كمل واتكلم معك. طبعا أحبة المشاهدين، أيضا بما أنه يعني مكان مهم جدا، يعني الإصدارات الدينية هي ممكن المتسيدة اليوم بهذا الموجود في اليوم الخاص بالجمهورية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في إيران. خلينا نشوف أيضا بعض اللاينات، بعض اليوم الأقسام اللي موجودة الآن. مثل ما تشوفون وياي مثلا هذا قسم لبناني
يعني وايضا عارضين حتى اسعار الكتب، مثل ما ايضا وضحت امر مهم جدا انه موضوعة الاطفال لهم ايضا جزء مهم جدا بالمعرض، كتب تعليمية، تعليم اللغة الانجليزية للاطفال، تعليم حتى اللغة العربية وابجديات الحروف العربية، ايضا مشاركة للزملاء بالقنوات الفضائية العراقية ايضا، يعني تقريبا اليوم حصريا اذا نقدر نقول انه قناة الايام الفضائية هي القناة الوحيدة العراقية اللي ممكن بدت بث مباشر من اول يوم، وان شاء الله بحيل الله انه تنتهي قناة الايام الفضائية بموضوعة المعرض، ايضا راح نستمر على مدار العشرة ايام من الساعة بالخمسة الى الساعة بالسبعة، ايام راح تكون حلوة جدا، وراح نزور هذا احنا زرنا جزء بسيط اليوم انا وزميلي علاء واحمد، الاقسام الاخرى حتكون اقسام ايضا احلى واجمل، انتظرونا بالايام القادمه من يوم غد ومستمريه نهايه المعرض. الى هنا تنتهي التغطيه في برنامجنا خير جليس، نلتقيكم بتغطيات اخرى وان شاء الله بامور ايجابيه اخرى توصل صوره جميله للعراق. الى هنا تنتهي حلقتنا، كل الشكر حقيقه للكادر من ذو الفقار وحيدر ومحمد سلمان وايضا علاوي احمد، إلى اللقاء.